شبك ما عجبك؟ حلو كتير. لا تطلع بقى. ليش؟ شو هالخجل كله؟ بس إذا نويتي تحكي، لو سمحتي قولي الصراحة، لأنه أنا هون بكل حياتي ما كذبت، وإنتي هيك بدك مزبوط؟ ليش هالهروب مني ناريمان؟ والله من الخوف. مني؟ أنا ما ممكن أتركك ناريما. مثلي. كيف يعني؟ ما رح أتركك أبدا. ناريمان، حياتنا ما لازم تدخلها ابدا سليم. انا عم بترجاك بنفسي اليوم. بعد عن هالفكره، شيلها من بالك. بس انا رحت وحكيت مع ناريمان. ما رح اسمح لك تعطي ناريمان حق بناتي ابدا. شو عم بيصير هون؟ فنجان القهوة ليش رجعته؟ ممثلة انتي. مو تمثيل. أنا عن جد بنوب عيوني ما عم ينفتحوا. ماجد؟ يا عين ماجد، مو معقول هالحلم. شو حلو؟ ما عاد تقولي يا بنوب. شو اللي ما أقوله؟ اللي عم نعيشه نحن هلأ حقيقة ناريمان. إذا منقتنع إنه هو حلم وبس، ما عاد نقدر نقول لغيرنا إنه هو حقيقة. اسمعي، بجوز هالشي هلأ يكون هو حلم لغيرنا، بس بالنسبة إلنا مختلف. بالنسبة لإلنا مختلف. نيفين، أحسن إذا منطلع. بابا وماما. بابا، يلي سمعته بأداني هلأ مزبوط؟ نيفين، ناريمان بنت أختي الوحيدة الميتة، والورثة المفروض هي من نصيبها. معقول اليوم تذكرت مسؤولياتك؟ ماجد وناريمان صاروا عشاء وهلأ عم تحكي هالحكي؟ ما حدا ملاحظ شو عم بيصير فيني أبداً. رؤي لهالوقت ما في شي بنوب نيفين.
أبوك هالمهزلة بده ينهيها، مو هيك سليم؟ بس ناريمان ضلت عم تلف وتدور حوالين ماجد وهي عم تمثل وتتمسكن. الله يلعن هالشغلة كلها، من وين طلعت لي هي؟ نيفين هدي أعصابك. ما رح أهدى، ما رح أهدى. إيه ليلى خانم؟ نعم، سليم بيك لازم يشوف لي هالمستندات. بس هاتي الملف. مو ظابطة، هدول الوراق خاصين. انتي استني حتى تهدى الحالة وخبريني فورا. نيفين بكفي بنتي، بكفي. بدكم تجيبوها على الشركة؟ ناريمان بدها تضل واقفة بوشي كل الوقت يعني؟ بنتي هلأ روقي شبكي. ناريمان ما طلبت شي من حصتها ورفضت تستلم ورثتها حتى. والله منيح، شي حلو والله، هيك كتير ارتحت وطمن بالي أنا. معناته ما قصرت ناريمان والله بقى، وهي عيونها ما تفتحوا لليوم وهيك عم تعمل فينا. أمي ناريمان رح تجيب آخرتكم وآخرتنا كلنا. ناريمان خطيرة علينا، مو شايفين الخطورة؟ شكراً بابا. منشان هالحية بدك تتركني مثل ما ماجد تركني. نيفين انت مبسوط؟ يلا انت ادخلي. يعني ما رح تفوت؟ من كل عقلك صدقتي انه انا ممكن ارسم؟ ما عندي بنوب موهبة بالرسم. بس لا كتير هيك تظلم حالك، تاخد شرف المحاولة. شكرا كتير، بس من شان شوفك سجلت بالدورة. ما بيهمني غير العشق، ما بدي غيره. طيب مثل ما بدك، شوفك. إذا أمي حكيت ما تجاوبي. ليش؟ بتعرفي هلأ بشوفك. عن جد بياخد العائل هاللحن الجديد، معناته لازم اليوم نسجله بالاستديو وبكره بنسمع نهاد بيك التسجيل. المفروض مرتاح انت اليوم؟ اللي قلتيه عم يزبط، عم بتعود. حلوه هالبنت. حلوه كتير. يعني شو بدنا نحكي؟ مثلاً الله يخليه للي بيعشقها. منيحة هالجملة؟ كيف أمور الشغل؟ كتير منيح، صار جاهز اللحن الثاني ويمكن نسجله اليوم. ممتاز، ماشي. بعتذر. أنا طالع، بدكم شي هلأ؟ ألو؟ نهاد بيك. أهلا وسهلا. بدي شغلة. معك. فيني أخذ سيلفي على الحساب؟ هاي الشغلة؟ وليش مستحي؟ ايه انا طبعا فيك تاخذ. بعت لك اياهم. قديش لازمك؟ يعني 5000 منيح؟ لا هلا ويكونوا 10 شو؟ بكفوك يا ابني؟ ايه رح خليه يبعث لك اياهم فورا. مر على المحاسب وانت طالع. ولا يسلموا. يلا باي. في اخبار؟ ما عم نقدر نلاقيها لهلا. بنوب اسمعني رشاد، بلش صبري يخلص وجناني طلع. دوروا بكل الاوتيلات الفخمه، دوروا بكل قرنه. لو كان حتى هذا الشيء مستحيل، بس بدي تسوي هيك، وين بتكون عم بتنام؟
وين بتكون عم تاكل؟ ليش انت ما عم تشوف الا ما تبين معك؟ حاضر نهاد بيك. بدك هلا تلاقي لي ليلى. لا لا، بدك تغيري نظرتك. شلون؟ ممكن يتغير شيء بنظرتك للموضوع هلأ. ما عم بعرف كيف بدي اطلع بنوب. في شيء مشوش لك نظرك حسب ما عم بفهم. بعض الأحيان إذا بتطلعي بالميل بتشوفي كل الأمور جالسة. آسيا، قولي لي شو أخبار حملك؟ شو بيعرفني بهالأمور؟ أنا عفت خانو. استني يلا استني، رح تصيري تعرفي، خصوصا لما يجي الولد وتحطيه بحضنك بتصيري تعرفي كتير. ما شاء الله مبين طولتي بقعدتك هون. إلا هلا وما شبعنا منها. بنتي شلون هيك بتتركي جوزك لحاله بالبيت؟ ما بيصير. ما تردي على أمك كتير هلا، المرأة المتجوزة ما بصير تطول كل هالوقت ببيت أهلها. عفت. إيه شو فيها زهرة؟ ليش زعلتي مني يعني؟ أنا عم بحكي لمصلحة بنتك ولو. آسيا أختي، حملة بنوب مو مريح يا خالي عفت، بدها تضل عنا وتطول شوي. والله أنتوا أكيد أدرى مني، بس أنا عم بحكي لمصلحتكم. يا ما بنات انخربت بيوتهم من وراء أهلهم. الله لا يضرك يا عيني. الله لا يجعلكم من النادمين. آسيا حبيبتي، بتروحي نتمشى شوي برا؟ شبكي شو عم تحكي؟ معلش يا حبيباتي، روحوا شموا هوا. يلا يلا. بالإذن هلأ منكم يا جماعة. شوفي لي شو في بهالفنجان. من هون عم شوفه أنا لفنجانك. قلبك أسود ومفحم جارتنا، بس من هون عم شوف في دروب بدك تمشيها. هدى، حاكي أهلها لآسيا على التليفون. ليش؟ حلهم يرجعوها بقى، المرة حامل وعيب قدام الناس، الولد هون وهي هنيك. شو هالحكي هاد؟ شو يا؟ بدك خبرها اني ندمانه وكمان مشتاقت لها؟ كنتك واختها ضاربينه للولد ومهبشينه، ومع هيك كمان مشتكيين، وجايه هيك تقول؟ خليها لحتى تعرف قيمته وترجع لحالها. لك انت من شان الله كيف بتفكري هيك؟ هلا اما بتكون حاملتها على كفوف الراحه، وانت لسه قاعده تتخيلي لي؟ ها انت بتقول هيك. اتفرج كيف عم تتعذب هلا قاسي عند اهلها اصلا. البنت بس تطلع من عند اهلها بترجع عليه ضيفه مو اكثر. آسيا بنوب مو مرتاحة عند إمها. هدى، كنتنا بدها ترجع على البيت اليوم، لا تخليني أقول أكثر من هيك. أمي، نادي لأبي خليه يجيب لي مرتي. مو معقول يا ربي، ابني أنا بشو وأنت بشو اليوم يا؟ أبوك مو موافق. شو قال؟ ليش مو موافق؟ شو قال؟ هالبنت ما بتفوت على بيته، خليها تقعد عندهم لبين ما تتربى. مو معقول، وشو ردتي؟ شو هالكلام؟ قلت له ابنك معصب وبده اياها، مجبورين نحن نرجعها بس ابوك عقله صعب بتعرفه، ما بيحكي غير كلمة واحدة وما عاد بعيدة. يا الله منك لك. حاجة نقبقة، لسه الجروح يلي عليك ما طابت. آسيا مع الوقت رح ترجع بتشوف، لا تروح على بيتها وتصغر بحالك، شو عم قلك؟ فخرية؟
والله ناريمان كثير قلقت وما قدرت ضل بالبيت. فورا قولي شو صار معك؟ مين يلي اجى نوران؟ بابا رجعت من المرسم. اهلا وسهلا يا بنتي. اهلين فيك. شاطره والله، ليكك ما تاخرتي. وانت يعطيك العافيه. شو هي يعطيك العافيه، وين رايحين؟ والله من الصبح عم اشتغل باليبرق. يلا تعوا ساعدوني باللف، ولا بلا ما تتعذبوا بدكم تاكلوا بقى. ويا روحي هالمره لفيهم انت وعمو فايز مع بعض، بس يتعذب فيهم بياكل هو مبسوط. فخريه. سلام. سلام، شو الأخبار؟ مو مهم، هيك شغل وضيقة خلق. هي وارتاح اليوم من الشغل يعني؟ ممكن. ممكن عن جد؟ بكرة المساء؟ المساء بكرة؟ إذا ما فاضي خليها لغير يوم. لا لا، الشغلة بس تأجلت بتروح للجيران. لا لا، خلص اتفقنا بكرة المساء. ميرفت ولي نسيت الكيس هونيك عنده. بجيبه وبجيب. طيب طيب روحي. ايه لوين بدك تعزمني؟ وين ما بدك. ليش لعذب حالي وفكر بالموضوع؟ بشوفك جهاد. شو صافنا ميرفت؟ ما في شي يا عمري، كل مرة الموال بينعاد نفسه. امشي. فخرية شو حلو بياخد العقل هالمحل. والله يا روحي الحلا مانو بالمحل، مع مين رحتي هذا الحلا؟ بالضبط. ما بعرف والله، صارت معي كتير شغلات حلوة اليوم. ناريمان تعرفي إنه هاي أول مرة بتعشقي مزبوط؟ أول عشق. ماجد؟ شو عم تساوي لهلأ؟ عم حاول اتعود. ما بدي روح على البيت انور. بابا وكلامه كل ما بتذكره بحس شي جواتي عم يغلي. صدقني بفور. كأنك مزودها هيك انت؟ في دور للعشق كمان. العشق مأثر هو فيك يعني؟ انت عم تمزح كأنه رح موت بسببه. بحياتي ما بتذكر انه صار فيني مثل ما صار اليوم. وللاسف انا عندي خبر مو منيح. بالاول هيك بتكون، وبعدين يا صديقي رح تضطر تترك امور كبيره وراك. انور امي بعتك لتقول هيك شيء؟ يلا خلينا نمشي. لوين؟ بدنا نمشي على البيت بقى. ماجد، كريم ارجي اوغلو ما رح يتركك. خليه بحاله. ولهيك ضروري تروح على البيت. كيفك انت ورؤيا؟ بلا ما تبلش تلميحات، رؤيا مانا بعقلي بنوب. ليش؟ رؤيا بنت حلوة والله. ولك مستحيل. ليش؟ في حدا تاني بحياتها؟ بنوب بس بزمانها حبت حدا. انت مجنون ولا بعقلك شي؟
وهالبنت في بقلبها وجع، كل ما بتطلع بوشها بشوفه. ايه وشو عليه؟ بيصير مثل وش الكتاب وانت بتقلب صفحاته وبتقرا. اوجاع عاصي، هيا نقرا. انظر الصفحة 28، شو بيطلع لك؟ شوف يا زلمة، إن الدموع التي زرفتها بسببها بعض بيوت الحي يجرفها السيل اليوم. عاصي، وأنا اطلعت ودقات بوش لهي البنت. إيه؟ الظاهر إنه كل هالوجع ظاهر على وشك أنت وبس. رؤية مثل الورقة البيضاء ابني. إيه؟ يخلي لنا إياك عمي عثمان. إيه والله، يسلموا. أهلا وسهلا. يلا يلا. والله منيح. من جهة عندك عاصي ومن جهة ماجد أوغلو. مين قال رح يصير هيك؟ لما شفت ماجد أرجي أوغلو عرفت إنه رجال ومحترم وبده يحبك، وأنت مثل الهبلة ما صدقتي وفكرتي إني عم أحكي هيك لأتسلى. احذري ليش هالحب؟ ليش؟ لأنه أنت من الأساس غيرنا ناريمان. انتي اعمق مننا. بتتذكري لما كنا صغار ونلعب بالحاره نحن والصبيان والبنات ليل نهار؟ انتي كنتي تعدي وتقري كتب، وبالوقت اللي نحن كنا نلعب بالشارع تحت غميضه انتي كنتي ترسمي وتعزفي وتعيشي بعالم تاني غير هاد. حتى مشاكلنا على طول انتي اللي تحليها، يعني نحن شو ما بنسالك منلاقي عندك الجواب. ناريمان، أنا تعلمت كيف ساوي الكيك وأنا بساوي لك كل شي، بس أنا ما رح أشبهك أنتي. يا ريت كون مثلك إنسانة فنانة ومثقفة، أكيد أنتي بتشبهي أمك. ماجد اللي عجبه فيكي مو زرع عيونك بنوب، ولا سأل إن كنتي بنت من عيلة غنية. اللي جذبه فيكي إنه مختلفة. طيب بتعرفي أنتي شو نهايتي أنا وماجد؟ هذا هو اللي ما فيني أحذره. هاي القصة مو سهلة بنوب، لو تعرفي شو خايفة فخرية. اللي بيني وبين ماجد هو العشق أكيد، بعرف وأنا موافقة على هالشي، بس اللي عم حسه إني عم عيش وقت حلو ما فيني ارتبط أنا وياه. ليش هالتشاؤم كله؟ خلص خلص روقي روقي واحكي لي يلا. فخرية، مو حالي عنك لتفهميني، لأنه ماجد شاب زنجيل خايفة من الفرق اللي بينك وبينه، يعني الطبقة المخملية تبع بنت خالك بتناسبه أكتر منك. لك مجنونة أنت، والله مجنونة. إيه طيب، عائلة ماجد كلها أصلاً مو قبلانتني. لو تشوفي نظرات الأم كيف عم تطلع فيني، حتى كريم بيك أصلاً ما في حدا عم يشجع الموضوع. لهيك الحب حتى إذا استمر ما رح يخليني أنا وماجد نرتاح ونكون مطمنين. ناريمان خالك معه حق. بدك تقولي لي هلا انك بنت فايز بيك، بس لا تنسي امك مين بتكون، والميراث اكيد حقك انت. اصلا هي فرصتك الوحيده لتتساوي انت وياه وتصيري زنجيله، والعلاقه وقتها بتكون متوازنه. ناريمان، يعني إذا ماجد بيكون عنده علم بهالشي رح يصعب علي إنه بعدهم عن بعض أمي بأي طريقة كانت. أنتي قدرانة تتخيلي لو ناريمان صار معه مصاري شو ممكن إنه يصير؟ يعني هلأ ماجد ما رح يتركها لناريمان بنت عمتي لو شو ما كان يكون. فينا نقول هلأ ناريمان نجحت وأخدت اللي كل حياتي بحلم فيه. أصلاً ما كان يخطر لي هالشي. ناريمان بالأول أخدت ماجد، وبعدين رح تكون صاحبة ثروة كبيرة وما حدا قدها. هي هيك؟ ناريمان بدها ياني كون لحالي بهالدنيا الحقيرة الملعونة. اهدني فين، لهلأ منبين بهالمشكلة أي شي بنوب. ماما، بتعرفي بابا من شان بنت عمتي ناريمان ترتاح خلى كل شي بحبه أنا يروح. نيفين، أنا مستحيل أسمح بهالمسخرة. ارتاحي. مرحبا يا جماعة.
نيفين بوضع صعب كتير. فايزي شو بتريديني أعمل؟ أي شيء. سليم، نحن بدنا نروح. اهدي، أنا ما بإمكاني استنى ولا ثانية. فايزي، يا ريت لو سمحتي تاخدي هالمرة قرار صح. أنا مصلحة بناتي فوق العالم، وأنا مستعدة روح لآخر الدنيا إذا بدك، عم تفهم؟ ومشان هيك أنا قررت أبعد عن كل المشاكل. أي مشاكل؟ مشاكلك أنت وبنت أختك، رايحة على البيت الشتوي. حتى البنات؟ على أساس قتل حالك عشوفة بناتك، ما في داعي أصلاً تشوفهم. فايزة، رح تترك البيت مشان سبب سخيف؟ بالنسبة إلك والله السبب سخيف. يا ريت يكون ارتاح ضميرك مشان ناريمان. لهلأ ما تلفون؟ لا أبداً. انشغل بالك مو؟ فخرية أنت، ليش هامك الموضوع؟ حتى لو ما دق شو بعمل له؟ هالحكي وليه من قلبك؟ إيه احكي، ما سمعت. إيه ما؟ ها؟ فخرية إيه ما؟ بس بدي موتك إذا ما حكيتي. يلا اعترفي، يلا اعترفي. يا بنات، ليش هيك عالي صوتكن؟ خير، كأنه زعجناكي، ما تحكي. أوف ليلى، ليلى شو هالعادة هي؟ ناريمان، انت هلأ مبسوطة من خالك؟ عمل لك زيارة سليم؟ بتكون عمتك موصلت لها كل شيء. لا، ما حدا قال لي، بس قامت القيامة بالشركة اليوم. بس ما تقلي لي ماجد عمل شيء، قولي شو صار معه. لا والله، ماجد ما عمل شيء، حدا تاني اللي عمل. ماجد، انت وينك لك ابني؟ ليش ما عم بترد على موبايلك؟ ماجد، ممكن نحكي كلمتين لو سمحت؟ قليلي، ليش ما بدك اياني يكون مع ناريمان؟ والله حرام تتعاملي هيك مع وحده ما بتعرفيها ابدا. روق وخليك عقلاني. ايه، ناريمان نزلت من مستواك. ليلى كرمال الله، احكي بقى، خلصينا يلا. شو يا كتير حابة تعرفي يعني؟ لك والله انت عن جد وحدة بتجيب الجلطة، احكي يلا. نيفين الغبية ورجت الشركة عليه، تخانقت هي وسليم بيك وطلعت اصواتهم لآخر الدنيا. وناريمان شو دخلها؟ فخرية، انا كنت متوقعتك ذكية شوي. نيفين مفكرة إني بدي أقسمها على الورتة. يعني مانك مفكرة؟ أنت اللي بإيدك تزبط الوضع. ارتباطي بنيفين هو الحل يعني؟ ارتباطك بنيفين بينقذ وضعنا حالياً يا ابني. أنا مو ضد حبك، بس هي ما فيها تنقذ شركتنا من الإفلاس وكلام الناس. هيك ماما، موضوع حبي لناريمان عاملينه مشكلة الشرق الأوسط يعني. هلأ بهالطريقة عم تخلوني اتعلق بالبنت زيادة وحبها أكتر من قبل، عم تفهموا؟ ما بقبل اني صير ضحية صفقاتك ومراهناتك انت وابي. انا حبي مو ممكن غامر فيه. بدي تفهموا، انا مو صفقة. بترجاكي للمرة الألف، الموضوع اللي بخصني، ما تسرقي قراري. كريم،
تفضل. يسلموا هاليدين عمي. تفضل. ايه اللي عمي عثمان، تعرف لك بهالنواحي شي مطعم يكون محترم وما يكون غالي كتير؟ لا والله، ليش انت ما بتعرف؟ لو بعرف بروح مو بحاجتك. وايمتى عازم ليلى على العشاء؟ بكرة المساء. حاسس هالطلعة مثل الهم، يعني كنا جينا لهون لو كانت هي مثل البنات كنت قعدتها وين ما كان. شلون بده يصير معنا مصاري نحن بقى؟ الله كريم جهاد. ايه من نقل المي يعني. بكفي انت حدا متعلم وهالشي بيعوضك شوي. بعدين انت عندك معارف كتير، انا ما تعلمت مثلك ولا حتى بعرف عالم مهمة. احيانا بتضيق فيني الدنيا وبحس حالي لحالي. همي لمين اشكي لك يا عاصي؟ يا لطيف شو بحسدك على شخصيتك، شو ما بدك بتعمل وين ما رحت محبوب. يعني دعيت ليلى على مطعم ولهلا ما بعرف وين، والاحسن من هيك بشو بدي اخدها اذا اجار مكرمة معي؟ خدها بالتاكسي. طيب تاكسي عمل لك ما معي مصاري. اه خود هدول الك حلال زلال. 5000 ملكك. 5000؟ منين جبتن لي؟ سلفي عن الشغل. هدول مصرياتك. هدول مصرياتنا. وشو بدي احكي انا بهالحاله؟ بلا فزلكة. احسن شغلي معلم انك انت هلا تاخذهم. بامرك رح اخذهم. وبتدور على احسن مطعم باسطنبول. بامرك رح دور تكره. وبتقعد على احسن طاوله وبتطلب افضل شيء عندهم. المطبخ الفرنسي. ليش الفرنسي؟ العمى شو نسيت انه انا بحكي فرنسي؟ احكي طيب. جو جو. عم عثمان وخلي الباقي لك. يلا قوم تصبح على خير عمي. وانتم من اهله شباب. معقول ما دق؟ رح يدق، بلكي في شي ما بتعرفي، شي قصة بالشركة. بعدين انتي شو اللي مخليكي متوترة هيك؟ فهمنا بتحبي، اهدي خلص. قلقانة كتير. ليش؟ شو بيعرفني لهلأ ما عم بعرف كيف بدي اتصرف معه. انتي خايفة يقول هالمخلوقة عم تتدحوش فيني. يا أما مننتظره لهو يتصل ومنتدلع عليه مثلا. حركات بنات بتعرفي انت يعني. ايه مبلا مبلا كلنا بنعمل هيك. لفت نظر. تعرفي انا التانية قلقت والله بجد، لاني لهلأ ما بعرف شلون بيحسبه وبيفكر. يعني بتحسي هو مختلف عن عاصي مو هيك؟ فخرية خلاص فيكي تسكتي شوي. انت شو بتخسري لو دقيتي له؟ انا ما بعرف الشي اللي صاير عنده بالبيت وما دقيت له مشان ما يفصل بوشي. دق بقى يا ربي. لكن طيب انتي ابقي هون واستني تليفونه لحبيب الروح. كيفك يا قمر؟ انت كيفك؟ قولي لي اي ساعة بنلتقي؟ تعاخدني من قدام الشركة؟ ليش لا بأمر عيونك؟ رح استناك على الموعد. الله معكم. جهاد وبعدين معك، انت مو ملاحظ انك كتير عم تعطيها وش لليلى؟ فخرية مشان الله انا مو ناقصك. يلا وحاجة حكي. جهاد خير شبك؟ شو في كمان؟ ليلى اصلا مو من مستواك. والله يا روحي متأخرة كتير بهالكلام. جهاد هلا صار اكبر عاشق لليلى بالكون. شو عم تقول؟ شو عم تقول؟ جهاد شو معنات هالحكي؟ فتحي مخك، فتحي مخك. جهاد اف.
اشتقت لك كثير. وأنا كمان اشتقت لك. بس أنا أكثر بكثير ناريمان.